السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادس في أكاديمية التطبيقات الذكية، اليوم راح نحل أسئلة الفصل صفحة 34. نفتح جميعا الكتاب صفحة 34 ونبدأ حل الأسئلة على الكتاب. السؤال الأول، املأ الفراغ في كل عبارة من العبارات الآتية: تعمل العدسة المقعرة على فراغ الأشعة الساقطة عليها. العدسة المقعرة تعمل تجميع أم تفريغ؟ الإجابة الصحيحة هي تفريغ، إذا نكتب بالفراغ تفريغ، نضع دائرة على تفريغ. ب، تستخدم العدسة فراغ في تكوين أخيلة مكبرة للأجسام الدقيقة، مين العدسة اللي بتعمل على تكبير الأجسام؟ اللي هي العدسة المحدبة، إذا نكتب المحدبة ونضع دائرة على المحدبة. ج، تعمل عدسة العين عمل العدسة المحدبة أيضا، إذا نكتب مع محدبة ونحط دائرة على المحدبة. السؤال الثاني، اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي: الخيال المتكون باستخدام العدسة المقعرة. عدسة مقعرة، دائما الخيال شو حكينا؟ وهمي معتدل مصغر. إذا الإجابة الصحيحة هي با، ونضع دائرة على با، وهمي ومصغر. اثنين، الأداة المستخدمة لرؤية الأجسام الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، شو بنسمي هاي الأداة؟ اللي هي با المجهر. ثلاثة، الجزء الذي يجمع الضوء المنعكس عن الأجسام ويركز عندما يدخل إلى العين هو الإجابة الصحيحة ألف، العدسة. العدسة هي اللي بتجمع الأشعة أو الضوء وبتركزه على الشبكية، إذا العدسة هي اللي بتجمع الضوء الساقط. أربعة، الخيال المتكون باستخدام العدسة المحدبة قد يكون، إن الإجابة الصحيحة هي دال مكبر معتدل وهمي، هذا كانت جسم قريب من العدسة. إذا الإجابات الصحيحة الأولى با حكينا، الثانية با، الثالثة ألف، والرابعة دال. السؤال الرابع، لاحظ عنا بالسؤال الرابع تأمل الشكل ثم أجب عن السؤالين الآتيين: أرسم العدسة المناسبة داخل المستطيل من الشكل. لاحظ عنا أشعة ضوئية عم تسقط أشعة، أنا بدي أقوم برسمها داخل المربع. لاحظ كيف الأشعة تفرقت، مين العدسة التي تعمل على تفريق الأشعة؟ هي العدسة المقعرة. إذا بداخل المربع بدي أرسم عدسة مقعرة. بأكمل، تدعى هذه العدسة بالعدسة هي طبعا مقعرة، بنطلق عليها بالمفرقة لأنها تفرق الضوء. السؤال الرابع، ما معنى قولنا إن الخيال المتكون في العدسة المحدبة حقيقي؟ ما معنى حقيقي؟ يعني يمكن جمعه على حاجز نتيجة انكسار الأشعة من العدسة المحدبة، الحاجز اللي عملناه بالتجربة اللي كانت الورقة اللي خلف العدسة، لاحظ حقيقي إنه يتكون خيال على هذا الحاجز. السؤال الخامس والأخير، ما أهمية وجود المقراب على بندقية الصيد؟ على البندقية اللي بيستخدمها الصياد بيكون في مقراب صغير بأعلى، بتطلع من خلالها الصياد عشان يحدد مكان الفريسة ويقرب مكانه. إذا للحصول على أكبر دقة نتيجة تقريب الهدف وتكبيره. هيك نكون خلصنا حل أسئلة الفصل، كتابة حل الأسئلة على الكتاب. المرة الجاية رح نحل أسئلة الوحدة. يعطيكم العافية سادس.